لو الحكاية فيها إن فيتو. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ 12 وده منزل الصحة ومطلوب منهم، لكن للأسف هو منزل الصحة السلبي، فمطلوب من مواليد الحمل ان هم ما يسيبوش نفسهم للتشتت وللتكاسل، يعني ممكن يكونوا عايزين يقوموا بأكتر من عمل في وقت واحد، لكن ده مش في صالحهم. يحاولوا ينظموا جهودهم ويركزوا على عمل واحد علشان ما يشتتوش جهودهم.